تواصل الاداره العامه للاصلاح والتاهيل توفير كافه الخدمات واشكال الرعايه اللازمه للنزلاء ومن ضمن هذه الخدمات تمكين النزلاء من الطلبه من التسجيل في مختلف المراحل الدراسيه وذلك بالتنسيق مع الادارات المعنيه بوزاره التربيه والتعليم تعمل الاداره العامه للاصلاح والتاهيل على توفير كافه الخدمات واشكال الرعايه اللازمه للنزلاء تنفيذا لقانون مؤسسه الاصلاح والتاهيل ولائحته التنفيذيه بما يعكس التطبيق المتكامل لقيم ومعايير حقوق الانسان في معانيها الساميه وضمن هذه الخدمات ياتي تمكين النزلاء من الطلبه من التسجيل في مختلف المراحل الدراسيه وتوفير الكتب وتقديم الامتحانات وذلك بالتنسيق مع الادارات المعنيه بوزاره التربيه والتعليم. يولي مركز صلاح وتاهيل النزلاء الاهتمام بالتعليم حيث يتم توفير الكتب المدرسيه بوقت كافي قبل اداء الامتحانات. يتم التنسيق المسبق مع وزارة التربية والتعليم لعملية الإشراف على الامتحانات في الموعد المحدد في كل مبنى قاعات تعليمية مجهزة بجميع الأدوات التي تساعد الطالب في أداء الامتحانات بشكل المطلوب طبعا سارت الامتحانات في اللجان بمركز النزلاء بالاصلاح والتاهيل على خير على خير الامور الملاحظات التي وردتنا كلها ملاحظات عاديه ترد في جميع اللجان المدرسيه لا يوجد اي تاخير لا يوجد اي شيء يعكر من صف هذه الامتحانات نتمنى التوفيق ان شاء الله لجميع النزلاء صراحه الامتحانات سهالات و يعني معطينا وقت الكافي اللي نراجع فيه ونقدم الامتحانات بسهالات مو مقصرين ايانا وزاره التربيه ولا وزاره الداخليه بعد مو مقصره بالعكس وايد سهالات يعني وايد وايد سهالات مو مقصرين ايانا يعني أشكر الداخليه على الفرصه اللي اعطتنا نكمل احنا الدراسه ونخلص مجهود ما خلصناه من قبل وان شاء الله يعني يكون خير بل توفير الكتب كان ممتاز الوقت اللي احنا كنا ندرس فيه كان ممتاز الوقت فرصه كانت وايد زينه حتى في الامتحانات كانت سهالات الامور مشت الحمد لله بخير كلها نشكر وزاره الداخليه ووزاره تربية والتعليم على الفرصه الكبيره بالامتحانات واعطونا فرصه عشان ندرس ونمتحن هنا ونخلص امورنا هنا عشان نطلع برا ونقدر نحصل لنا شغل افضل وتحرص الاداره العامه للاصلاح والتاهيل على توفير الظروف الايجابيه التي تمكن النزلاء من مواصله التحصيل العلمي وتاديه الامتحانات وفقا للانظمه المتبعه وبما يعود عليهم بالنفع بعد انتهاء مده محكوميتهم واعاده دمجهم في المجتمع ويبقى الحق في التعليم احد حقوق الانسان الرئيسيه والذي يندرج ضمن قائمه ممتده من الخدمات المقدمه للنزلاء انطلاقا من ان الالتزام بحقوق الانسان عمل ثابت وممارسه واقعيه وركيزه اساسيه في كافه مستويات العمل الامني